السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم إن شاء الله حلقة أخرى من دروس النحو، نستكمل اللي احنا بدأناه في التمييز. كنا احنا خدنا في التمييز أنواعه، تمييز ملفوظ، تمييز ملحوظ، أو تمييز ذات ونسبة، وبعدين اتكلمنا على كتابة العدد بالحروف، وشفنا إعراب العدد وإعراب ما بعد العدد. إن شاء الله بإذن الله نكمل النهاردة بقية الإيه العدد. في عندنا إيه؟ أول حاجة عندنا صوغ العدد على وزن فاعل. يعني ايه صوغ العدد على وزن فاعل؟ يعني انا عايز اجيب العدد على وزن فاعل، ازاي بصوغه العدد على وزن فاعل؟ يعني احيانا بقول مثلا كتاب الثالث عشر، الرابع عشر، الحاجات اللي زي ديت، يا ترى بقى ايه نعملها ازاي، ويا ترى اعرابه هيكون ايه؟ طبعا ايه بالنسبه لصوغ العدد على وزن فاعل من الدروس الجميله خالص، ملوش علاقه اصلا بالايه بالكتابه. ليه؟ لانه ليه حاله واحده بس، انه بيطابق الايه المعدود. يعني مثال، لو احنا قلنا مثلا معي الكتاب الخامس، يبقى الكتاب هنا مذكر. كنا احنا متعودين ان رقم خمسة في الكتابة العدد بيخالف المعدود، نقول لا الكتاب الخامس، يبقى الخامس اهو في الحاله ديت جبته على وزن ايه؟ على وزن فاعل. يبقى يا ترى اعرابه ايه؟ اعرابه في الحاله دي نعت، او نقول معي الكتاب الخامس. طب نعرب الكتاب الاول عشان نعرب النعت، يبقى نعرب الكلمه اللي قبليه. الكتاب هنا مبتدا مؤخر. طب مبتدا مؤخر ليه؟ نقول والله اصل ديت اسم وصبغ بايه؟ بشبه جمله، اللي هو كلمه معي. يعني شبه جمله معي عباره عن مع ظرف والياء ضمير في محل جر مضاف اليه. يبقى شبه الجمله ده خبر مقدم الكتاب مبتدا مؤخر. يبقى الخامس نعت مرفوع علامه الرفع الضم. طب يا ترى هنا بيخالف ولا بيوافق؟ لا ما فيهوش مشاكل خالص. طيب لو انا حبيت اجيب عدد اكبر شويه، يعني لو انا قلت مثلا ايه معي الكتاب، عايز اقول 15، نقول اه يبقى في الحاله ده اقول ايه الخامس. نخلي بالنا بقى مهمه خالص، الخامسه تجعل فوق الخامسه، نقول لا اصل هنا عيب العدد مركب. ازاي؟ يبقى احنا عندنا العدد من 11 ل 19 بحاله هيبقى مبني على فتح الجزئين. إذا كان إيه؟ إذا كان العدد صوغ على وزن فاعل، يبقى مبني على فتح الجزئين. يعني فتح الجزئين؟ يعني الجزء الأول عليه فتحة والجزء الثاني عليه فتحة. طب هما فين جزئين؟ أدي جزء وأدي جزء، يبقى العشر، يبقى فتح الجزئين. طيب أجي أعربه أقول إيه؟ في الحالة ديت هو نعت. طب نعت ماله؟ نقول نعت مبني على فتح الجزئين في محل إيه؟ في محل رفع. يبقى نقول معي الكتاب الخامسة عشرة. طيب لو انا بصيت كده نقول بيصاغ العدد على وزن فاعل، نقول فاز محمد بالمركز الثاني وفازت فاطمة بالمرتبة الثانية. خلاص يبقى هنا ايه؟ ادي الثاني وادي الثانية، نال اخي الترتيب الخامس. طيب العدد واحد، فاقول عنهما بالاول المذكر والاول الثاني. اقول مثلا فاز صديقي بالمركز الاول وفازت عائشة بالمرتبة الاولى، يبقى العدد واحد يعتبر بالمنظر ده. وإذا كان العدد واحد واحدة مركبا أو معطوفا فات بلفظهما، نقول قرأت الفصل الحادية عشرة. طب نعرف الحادية عشرة إيه؟ نقول دوت نعت مبني على فتح الجزئين. قرأت الآية الحادية عشرة من سورة البقرة، وانقضى اليوم الحادي والعشرون. أه هنا بقى إيه؟ أقول الحادي يبقى ده نعت الكلمة اليوم. طب لو حرف عطف، يبقى العشرون معطوف عليه مرفوع علامة الرفع الواو، والليلة الحادية والعشرون. طب إذا كان مركب زي ما اتفقنا يبقى مبني على فتح الجزئين. هنقول ولد الرسول الكريم في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الاول، قرات الفصل الثاني عشر، الثالثه والثالثه عشر من القصه، وهكذا. يبقى ده بالنسبه لمين؟ لصوغ العدد على وزن ايه؟ على وزن فعل. طيب لو انا حبيت بقى اجيب حاجه اسمها تعريف العدد وتنكيره، دي مهمه جدا. ايه تعريف العدد وتنكيره ديت؟ نقول اما عاوز اعرف العدد او انكره، يا ترى ادخل عليه الف ولام والحاجات ديت اعمل ايه؟ نقول إذا كان العدد مركبا تدخل ال على الجزء الأول منه. إزاي؟ يعني أقول مثلا إيه وصل، أنا عايز العدد 13، عايز أدخل له ألف ولام، يبقى مثلا عدد هنا مركب من 11 ولحد 19. طب أعمله إزاي؟ نقول والله أدخل ألف ولام على مين؟ على العدد الإيه الأولاني، الجزء الأول، أما الثاني لا. طب إذا كان معطوف، يعني أقول مثلا أهو معي خمسة عشرة كتابا، نعرف كتابا ايه؟ يلا
جمع الفاكرين يبقى ده تمييز منصوب علامة النصب فتحة. طب 15 نقول دوت ايه؟ مبتدأ مؤخر مبني على الفتح الجزئي. طب عايز ادخل عليه الف ولا، نقول معي الخمسة عشر كتابا. جميل. طب افرض كان معطوف، ندخل الف ولام على المعطوف والمعطوف عليه ازاي؟ نقول اشترك في الرحلة، عايز اقول 45 طالبا، عايز ادخل الف ولام الخمسة مش واربعون، والاربعون الاتنين. طب افرض العدد كان مضاف، يعني ايه مضاف؟ احنا واخدين بالنا ان العدد 100 يبقى بيجي بعديه ايه؟ بعديه مضاف اليه. نقول مثلا 100 كتاب، يبقى خلاص يبقى كلمة كتاب مضاف اليه اللي هو بنسميه تمييز مجرور بالإضافة. العدد من 3 ل 10 اللي بعديه مضاف اليه، يعني لو قلت 5 كتب يبقى كلمة كتب هنا مضاف اليه اللي هو تمييز مجرور بالإضافة. طب انا عايز اعرف الايه؟ العدد. نقول له لا، ده ان هندخل الف واللام على مين؟ على المضاف اليه. يعني نقول 100، مش ال100 كتاب، لا نقول 100 الكتاب. طب هنا خمسة كتب، نقول الخمسة كتب لا خمسة الكتب. ونخلي بالنا الحتة دي كويس خالص، ان احنا بندخل الايه؟ الالف واللام على المضاف اليه. يبقى اذا كان مضافا نقول تفوق في المسابقة 5 الطلاب. اذا كان العدد من الفاظ العقود زي ما قلنا تدخلش الالف واللام على مين؟ على اللفظ نفسه. ده بالنسبة لمين؟ لكتابة العدد وصوغ العدد على وزن فاعل. وفي نفس الوقت خدنا كده ايه؟ تعريف العدد وتنكيره. نيجي بقى على حتة مهمة جدا اللي هي كنايات العدد. ايه كنايات العدد ديت؟ يعني عندنا مجموعة كلمات بتحل محل عدد. طب هي الكلمات ديت عندنا كلمة كم؟ نقول مثلا ايه؟ كأي نموذج ممكن اخش اقول ايه كم طالبا في الفصل؟ ودي احنا خدناها بالتفصيل في درس الايه؟ الاستفهام. يعني اللي عايز يجيب التفاصيل بتاعت كلمة كم يرجع لدرس الاستفهام اللي هو اسماء الاستفهام في المبنيات. عندنا كأي برضه كناية عن عدد، كذا نقول كناية عن عدد، بضع كناية عن عدد، نيف كناية عن عدد، كيت احيانا بنعطف نقول كيت وكيت، ذيت وذيت برضه نفس النظام. طيب الكلمات دي هي اللي كم وكأي وكذا وبضع والحاجات دي كلها مبنية مع عدد اتنين فقط اللي هما مين؟ اللي هما بضع ونيف. الاتنين ده هم معربان، يبقى بضع ونيف معربان. طيب نمسك كلمة كم، احنا شفناها طبعا في الايه؟ في النوعين بتوعها، في كم الاستفهامية وكم الخبرية، وشفنا امتى نعرفها كم استفهامية وكم خبرية. واللي عايز يراجع الحلقة دي هترجع للمبنيات اللي موجودة فين؟ في الأسماء الاستفهام. طيب نيجي على كلمة كأين، هذا اللفظ بمعنى كلمة كم زي كم الخبرية بالظبط، ويفيد الإخبار عن الكسر، وبيجي في صدر الكلام، ما ينفعش يجي في نص الكلام وفي آخر الكلام. طب نقول إيه بقى؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون، أدي كلمة كأين أهي، ديت عبارة عن كناية عن عدد، يعني يعني أنبياء كثيرون. وغالبا بيجي بعديه إيه؟ بيجي بعديه جر ومجرور. طيب زي كما قوله تعالى وكأي من آية، يبقى كلمة كأين هنا يعني كثيرا، يبقى هنا إيه؟ كأنها خبرية بالظبط. وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. طيب إعراب كأين إيه؟ زي إعراب كم الخبرية بالظبط، يعني ممكن تبقى في موقع مبتدأ زي مثلا وكأي من قرية عتت. ليه؟ لأن الفعل هنا ليه لازم، اللي هو كلمة عتت ديت فعل لازم، يبقى خلاص كلمة كائن هنا مبتدأ. طب نعربها إيه؟ نقول كأي كناية عن عدد مبنية على السكون في محل إيه؟ في محل رفع مبتدأ. ممكن تبقى في محل نصب مفعول به، زي كأي من جنيه ربحت، يعني ربحت كام جنيه؟ أو كأي، يبقى في الحالة ده نقول إن كأي هناوت مفعول به. ليه؟ لأن كأني بقول إيه؟ ربحت جنيها. وزي ما شفنا كلمة كام نجاوب على السؤال وبعدين نعرف الإجابة. ممكن تبقى مفعول مطلق، نقول كأي من مرات نصحتك، كأي أو كأي من مرات نصحتك، يعني نصحتك نصحا، يبقى كلمة مرة هي اللي أزالت هذا الغموض. طيب ثالث حاجة من كنايات العدد كلمة كذا، نقول كلمة كذا دي مبنية على السكون على طول، وتيجي للكسرة والقلة. أما أقول مثلا اشتريت كذا كتابا، في الحالة ده نعرف كلمة كذا إيه؟ كناية عن عدد مبني على السكون في محل نصب مفعول به، واللي بيجي بعدها مباشرة يتقرب تمييز منصوب، واحنا شفناه في الحالات اللي بتتقرب ايه تمييز. احيانا تأتي مكررة، نقول اشتريت كذا كذا كتابا، نفس النظام. بتأتي معطوفة، قرأت كذا وكذا. طيب يكون تمييزها مفرد منصوب ثابت وما يجيش جمع خالص، يعني ما ينفعش اقول ايه قرأت كذا كتب، لا ما ينفعش، قرأت كذا كتاب، يعني نقول ايه قرأت كذا كتابا، ما ينفعش كذا كتاب ولا يجر. طيب ايه كمان من خواص كلمة كذا؟ انها لا تأتي الا في وسط الكلمة، يعني ما ينفعش اقول ايه كذا طالبا
لا تيجي في النص، نقول حضر كذا طالبا، يعني معنى كده ان انا مش هنحتاج نخليها ايه، نخليها مبتدا. طيب هل يا ترى في فرق بينه وبين حاجه تانية؟ اه ممكن اقول ان كلمه كذا ده، نقول لو انا خدت مثال كده وقلت ايه كذا يكون العمل، لا دي غيرها خالص بقى، لان كلمه كذا يكون العمل تبقى ايه، مكونه من حاجتين، مكونه من الكاف حرف جر زائد كلمه ايه زائد اسم اشاره، يعني كاني بقول ايه هكذا يكون العمل، يبقى الكاف حرف جر وزاء اسم اشاره مبني على السكون في محل جر بالايه بالكاف. طب في الحاله ديت كلمه يكون ايه فعل تام وليس ايه ناقص، ولذلك العمل هنا ايه تبقى فاعل. طيب لو انا حبيت بقى اجيب كلمه كذا، نقول له لا ده كلمه كذا حاجه تانية، نخلي بالنا كويس جدا من ايه من الحته دي. طيب يا ترى احنا قلنا تمييز بقى حسب ما يطلع، ممكن تيجي مبتدا اه نقول عندي كذا كتابا، الا يبقى كلمه كذا هنا عرفتها مبتدا بس ما جابهاش في الاول، نقول كذا كتابا عندي، لا يبقى يجيبها في النص. تاني حاجة ممكن تبقى خبر، نقول الكراسات كذا كراسة، يبقى كذا يعني عدد، يعني لو حبيت أشيل كلمة كذا وحطيت مكانها 50 تمشي، الكراسات 50 كراسة، تبقى فاعل. نقول جاء كذا طالبا، تبقى في محل نصب مفعول به، اشتريته كذا، يبقى حسب موقعها. تبقى ظرف زمان لما يجي بعدها ايه ظرف، اهو كأنه ظرف يعني، بس كلمة يوما نقول سافرت كذا يوما، اللي بنسميها نائب عن الظرف. ليه؟ لان هي ما هي الظرف في حد ذاته، ولكن لو انا شلت كلمه كذا اقول سافرت يوما، يبقى يوما ظرف زمان، فرحت حاطط كلمه قدامه يبقى تنوب عنه، يبقى تعتبر ظرف. سرت كذا ميلا، يبقى هنا كانها ايه؟ كانها ظرف مكان. ممكن تبقى مفعول مطلق، ضربت ضرب الجلاد اللص كذا ضربه، يبقى هنا اللي بنسميها نائب عن المفعول المطلق، اللي بتحل محله، لان ضرب الجلاد اللص ضربه او ضربا، تبقى في حل جر لما اقول ما ايه سلمت على كذا ضيفا، ما اقولش بقى ايه على كذا ايه ضيف. يبقى خلي بالنا من الملاحظات المهمه بالنسبه لكلمه كذا، ان ايه ان لا يجوز جر مميزها زي ما بنجر مين المميز بتاع كلمه مين بتاع كلمه كام وكأين، نخلي بالنا من الحته كويس خالص. طيب اذا كررنا كلمه كذا بدون عطف يبقى توكيد، لان احنا عندنا ايه الكلمه المكرره تبقى الثانيه توكيد على طول، نقول اشتريت كذا كذا كتابا، يبقى نفس النظام. الرابعه من كنايات العدد كلمه بضع، طبعا كلمه بضع دي بتساوي العدد من 3 ل 9. ازاي؟ نقول جاء بضعه رجال، اه رجال دي مذكر، يبقى اجيب كلمه بضعه مؤنث، لان احنا عندنا العدد من 3 ل 9 اللي بيحصل افتكروا العدد المشاكس يخالف المعدود، يبقى خلاص يبقى عندنا كلمة بضع أصلا من 3 ل 9 يبقى زيها بالظبط، يبقى كلمة من 3 ل 9 تخالف المعدود، يبقى كلمة بضع تخالف الإيه؟ تخالف المعدود. طيب زي في قوله تعالى فلبث في السجن بضع سنين، سنين دي مؤنثة، يبقى كلمة بضع إيه؟ مذكرة. وفي قوله تعالى في بضع سنين، يبقى برضه نفس النظام. ممكن تركب زي إيه مثلا؟ أقول زارنا بضعة عشر رجلا، رجلا مذكر، يبقى بضع هنا مؤنث، يعني كأنها مثلا هي تساوي 13 15 أي رقم من 3 لكام؟ ل 9. نقول كرمت المدرسة بضع عشرة طالبة، لو تاخد نفس الحكم تاخد نفس الحكم. اشتريت بضعة و20 كتابا، غرست بضعا و50 شجرة، وهكذا. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع و60 إيه؟ شعبة. يبقى الايمان مبتدا وبضع ايه خبر و60 معطوف عليها وشعبة ايه تمييز منصوب. طيب عندنا كلمة نيف من كنايات العدد، ايه نيف دي بقى؟ دي بتدل على عدد مبهم غامض ممكن من 1 ل 9 وتيجي مع العقود. ازاي؟ وتلزم في صورة واحدة، يعني ما فيهاش بقى لا تذكير ولا تأنيس ولا حاجات من دي. ممكن نقدم كلمة نيف على العدد وممكن نأخرها، نقول مثلا حافظته نيفا و20 قصيدة، يبقى نيفا هنا مفعول به ولو حرف عطف، و20 معطوف منصوب، وقصيدة تمييز منصوب. طب ممكن اعكسها واقول قرأت 30 بحثا ونيفا، يبقى ونيفا دي معطوف على كلمة ايه؟ كلمة 30. من ضمن برضو كنايات العدد كلمة كيتا، كيتا اللي هي ايه يعني اللي بنستخدمها في اللغة العامية، كيت وكيت يعني كذا وكذا، حياة زي بالظبط. طبعا كناية عن عدد مبهم، اما اقول قال الراوي كيت وكيت، وعلى فكره هي مبنيه، لان احنا قلنا اللي معرب حاجتين بس اللي كلمه بضع ونيف، وكنايات العدد كلها ايه؟ كلها مبنيه ما عدا بضع وايه ونيف. نقول فعل الرجل كيت وكيت، يبقى ده كنايه عن عدد مبني على الفتح في محل نصب مفعول به،
حسب الايه الموقع بتاعها، يبقى هي مبنيه وتعرب، يعني مبنيه تلزم حاله واحده ولكن ايه اعرابها بيتغير. ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابي وائل عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لاحدهم ان يقول نسيت ايه كيت وكيت. يبقى كيت هنا اسم او كنايه عن عدد مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه، وكيت معطوف عليه. بل نسي واستذكروا القران فانه اشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. وهذا حديث طبعا بيحثنا على تلاوه القران كثيرا. يبقى كيت هنا اسم مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه، يبقى تعرب حسب ايه؟ حسب موقعها. طيب احيانا بترد مفرده بس، نقول قال فلان كيت، وما تجيش ايه معطوفه تنفع. وقد تستعمل مكرره بدون حرف عطف، نقول قال الرجل كيت كيت، يبقى في الحي ده ايه؟ يبقى في الحاله ديت نبقى نقول على كلمه كيت مركبه مبنيه على فتح جزئين، يبقى عامله زي مين؟ زي العدد مثلا، يبقى كذا كذا. من ضمن الكلمات اللي مش مستعملة كثيرا إلا كلمة ذيت وذيت، يعني برضو ذيت وذيت عاملة زي كيت وكيت، اللي هي إيه؟ نقول مثلا زي كيت وكيت، وتستعمل مبنية كذلك على حركة آخرة في محل رفع أو نصب أو جر حسب موقعها. يعني ما أقول مثلا قال الراوي ذيت وذيت، يبقى ذيت اسم كناية عن عدد مبني على الفتح حسب اللي موقعه في محل نصب مقول القول، ليه؟ لان قال الراوي الكلام اللي اتقال ده. وذيت الثانيه اسم برضو كنايه معطوف على ايه ما قبله. طبعا بكده ايه نكون انتهينا من درس التمييز تماما. والمطلوب ان احنا عشان نتدرب كويس جدا على التمييز ان احنا نكتب ارقام كتيره جدا ونتدرب فيها على كتابه العدد. ومراجعه سريعه كده، ان ما ننساش ان احنا عندنا ثلاث مجموعات، العدد واحد واثنين يبقى ده بيوافق المعدود، العدد من 3 ل 9 بخلاف المعدود، العدد 10 عدد ذو وجهين له يا اما بيوافق يا اما بايه بيخالف حسب المعدود، اذا كان حسب تركيبته، يعني اذا كان لوحده يبقى هيخالف، اذا كان مركب مع عدد من 1 ل 9 هيوافق المعدود. وبذلك نقول قد انتهينا من درس التمييز تماما، انواع التمييز، كتابة العدد، اعراب العدد، اعراب بعد العدد المعدود، حتى حرف الشين بتاع العدد 10 شفناه يا اما يسكن يا اما يفتح حسب المعدود. وبعدين شفنا تنكير العدد وتعريفه، ثم شفنا برضو بعد كده ايه صوغ العدد على وزن فاعل، وكنايات العدد. والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.